ثم ذكر أيضا الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن العرباض بن سارية، وهو من أجود حديث الشاميين كما قال أبو نعيم الأصبهاني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حتى قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ثم قال المصنف في بيان وجه الاستنباط والاستدلال بهذا الحديث: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولم يستثن شيئا من البدع المحدثة. فهذه اللفظة دالة على استغراق جميع الأفراد، فكل البدع محكوم عليها بالضلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولفظ كل من أصرح ألفاظ العموم في الوضع العربي، فاندرج في ذلك كل بدعة تحدث. وسلب هذه القضية عمومها باستثناء شيء من البدع والمحدثات مخالف لخبره الصادق صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان موصوفا ببدعة فهو ضلالة قطعا.